حبايب قلبي، ممكن تحطولي لايك وكمان فعلوا زر السبسكرايب، والطلب الأخير فعلي زر الجرس عشان أي فيديو جديد أنزله تبقى ضمن عائلة يوميات A&M مغتربة ويوصلك إشعار. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشني جدا يا بنات من اخر فيديو نزل لكم على القناة. طبعا حبيت اعمل لكم جو شوية لان الجو بقى حلو، فقلت اعمل لكم جو نتكلم على موضوع اغلبية الامهات يعني عندنا المشكلة دي، وخصوصا اذا عندك اطفال. هنبدأ على طول في الموضوع وندخل فيه على طول عشان ما نقعدش نتكلم كتير. الموضوع ان هو لو عندك اطفال اتنين، بتلاقي طفل على طول بيضرب اخوه او بيضرب اخته. يعني مثال ان الطفل بيضرب اخوه الصغير او الصغير بيضرب الكبير. المشكلة دي موجودة في كل البيوت، يعني ما فيش بيت ما بتلاقيش المشكلة دي فيه. والمشكلة دي كلنا بنحلها بطرق مختلفة، اما ان احنا نمد ايدينا على الاطفال اللي بيضربوا بعض، او ان احنا نصرخ، او ان احنا نعاقب. بس ما عمرناش سألنا نفسنا ايه السبب اللي بيخلي مثلا الطفل يضرب اخوه. احنا مثلا بنشوفه خد منه لعبة فقام ضربه، او يبقوا مثلا قاعدين قدام التلفزيون فبيضربوا بعض، او الاجهزة الحديثة مع بعض اليومين دول الاطفال، فتلاقي الطفل مثلا شايف اخوه قاعد بيلعب على اللابتوب او التابلت او التليفون ويقوم يضربه ياخد منه الحاجة. احنا الحل بتاعنا كاغلب الاهل بيكون بان احنا بنصرخ على الكبير وبنقول له ما تضربش اخوك الصغير، ما تحاسبهوش، وبنبدأ نحاسب الكبير وبنعمل تفرقة ما بينهم، وبنحسس الكبير يعني ايه ان حتى لو اخوك الصغير مد ايدك عليه ما تمدش ايدك. فبنبدأ بقى نكبر المشكلة، بنكبر المشكلة ما بنعرفش السبب ايه. انا هقول لك كام سبب. هو في الغالب بيكون يعني ايه عند اغلبية البيوت عندنا. السبب لو كان مثلا ايه في طفل جديد فبيبقى فيه غيرة، يعني الصغير ده عايز يثبت نفسه عند البيت كله فبيبقى فيه غيرة، او بيبقى فيه تفريقة ما بين المعاملة ما بين الكبير مثلا والصغير، او بتبقى ايه اللي هو يعني حاطه واحد في القمه والتاني بيبقى ايه يعني مش متهمش. هو الطفل بيبقى شايف كده. تاني حاجه تقليد، اللي هو عايز يقلد، شايف ده شايف مثلا في التلفزيون ده بيضرب فعايز يضرب. شايف مثلا ايه انت بتزعقي وبتضربي او بتشخطي في حد فعايز يعمل نفس الموال، بيقلد التقليد الأعمى. رابع حاجه مننا احنا احيانا بنفقد اعصابنا، مش احيانا، كتير بنفقد اعصابنا مع الاطفال وبنصرخ، بنصرخ فيهم، بنزعق فيهم بصوت عالي. فده برضو من الاسباب اللي بتخلي الطفل بيضرب اخوه، يعني كتر الصريخ، كتر الزعاق، كتر الصوت العالي ده برضو. واهم سبب بنسمعه عند كل الاطفال، ده خد لعبتي، ده خد حاجتي، ده خد القميص بتاعي، ده خد حاجتي، يعني حاجة مرتبطة بالتاني فخدها منه. دي الاسباب. يبقى هنقول الاسباب بسرعة، اما بتكون غيرة، او انه بيقلد، او كتر الصريخ مننا احنا، او خد لعبة، او خد حاجة شخصية له. طيب نبدأ نشوف بقى العلاجات. العلاج هنبدأ مرحلة مرحلة. في الغيرة يبقى ما نفرقش ما بين الاخوات، يعني مثلا جبت لعبة لدي مثلا اجيب لعبة للتاني، الاتنين نفس اللعبة، او اجيب مثلا لعبتين اتنين مختلفين واقول لهم العبوا مع بعض. تمام كده. نحاول نبعده شوية عن التلفزيون والايباد واليوتيوب والمشاهدات اللي هم بيشوفوا الناس فيها دي وبيقلدوا بعض. او مثلا لو هو متصاحب مع رفقة سيئة بيشوفه مثلا بيعمل نفسه كبير او بيعمل نفسه شخصية وهو على غلط، نحاول نبعده عن الرفقة السيئة دي عشان نقلل قصدي المشاهدات الغلط اللي هو بيشوفها.
عشان ما يعملهاش عندك في البيت. السريخ بقى بتاعنا احنا اللي هو تالت حاجة، السريخ بتاعنا احنا نحاول نقلله، ونبدأ نبعد عن الحاجات اللي بنعملها سريخ، ونقعد بدل ما نقعد نعالج الحاجة بالسريخ والزعاق وكده، لا نبدأ نحلها بالراحة. نبدأ نحلها مثلا ايه، يعني هو ضرب اخوه، قول له طيب ماشي انا زعلانة منك عشان مديت ايدك على اخوه الكبير، او الكبير ضرب الصغير، اوكي ماشي روح اعتذر منه عشان كده انا هعاقبك. لو انت ما اعتذرتش منه ما تصرخيش، لو انت ما اعتذرتش منه انا هعاقبك. مثلا ايه، اذا انتوا مثلا الاثنين بيتخانقوا مثلا ايه، ان هو ضربه عشان خد منه الايباد، طيب اوكي روح اتاسف من اخوه. هيقول لك لا او مش هتاسف وانا ما غلطتش، قول له اوكي هات التابلت او هات الايباد او هات الحاجه اللي بيتخانقوا عليها دي وشيليها منهم الاثنين، وما تصرخيش، لان كل ما انت هتصرخي صوتهم هيعلى، فهتدخلي في دايره مفرغه مش هتحبيها. اخر حاجه كلمه خد لعبتي خد حاجتي، حاولي تفهميهم ان الحاجه دي ليكم مثلا انتوا الاثنين، يعني ما فيش حد معاكم عشان تتخانقوا مع بعض. يعني مثلا اللعبه العبوا انتوا الاثنين مع بعض، لازم تتعودوا ان انتوا تتفاهموا من وانتوا صغيرين. لو عودتيهم على التفاهم ان هم صغيرين، مثلا عندك لعبه قطر عندك، وحاولي تجيب اللعب اللي هم يشتركوا فيها مع بعض، اللي هو يعني لو هتلاحظي مثلا ايه في الايباد الفتره الاخيره اللعبه الطفل بياخدها بيلعب فيها لحاله، مع ان لو لاحظنا برضو ان في لعب بتنزل على نفس الايباد والتابلت زي البلايستيشن كده، بيلعبوا اتنين مع بعض وكل واحد دور. طب ليه ما ننزلهاش؟ ما احنا اللي بنعمل لنفسنا المشاكل وبنوجع دماغنا. فده كان حلقة النهاردة، مش عايزة اطول عليكم، مش عايزة اقعد اراغي كتير. لما ابنك بيضرب اخوه عرفنا الاسباب، دي طريقتي انا في العلاج. اول حاجة اذا كانت غيرة فبحاول اعمل كلهم زي بعض، كلهم متساويين زي بعض، مفيش اي تفرقة ما بينهم. بحاول ابعدهم قدر ما استطيع، يعني انا مش مثالية، قدر ما استطيع عن الايباد واليوتيوب والتلفزيون بحاول. انا قلتلك انا مش ام مثالية بس انا بحاول. تالت حاجة بحاول اقلل من صريخي معهم، لما بتعصب وبتنرفز بقعد انا في شغلي و 5 دقايق كده، هم لما بيفهموا ان انا اتضايقت كل واحد بيراجع نفسه تمام. وحاولي ما تصرخيش، حاولي العقاب يبقى بهدوء، عشان انت لو صرخت زي ما قلت لك صوتك هيعلى وهم صوتهم هيعلى، فمش هنحل حاجه. زي ما قلت لك كلمه خد لعبتي وخدت لعبته، واحده من الاثنين، اما انك تجيبي لعب يتشاركوا فيها مع بعض وده الاحسن، او انك تعوديهم ازاي يتفاهموا هم مع بعض في اللعب. حاولي كده، لان انت لو عودتيهم كده وهم صغيرين هيريحوكي لما يكبروا. بس كده، هو ده كان الفيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تحطولي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصل لكم اشعار مني ومن قناة يوميات A&M. بتمنى لكم يوم سعيد، باي باي.